مع فاطمة كراي. الطاقات البديلة والمتجددة في تونس الحمد لله كيف فقنا اللي عندنا شمس. الحقيقة الطاقات البديلة والمتجددة في تونس واللي هي إلى حد الآن ما دخلتش في المشاريع الكبرى الاستراتيجية للدولة التونسية على تعاقب الحكومات وعلى تطور المنتدى هذا وإلا هالخيار هذا للطاقات المتجددة، نلقاو اللي تونس تتفكر ديما في الموسم، مرة في الموسم ومرة في العام أني هي عندها شمس وأني تجري وتشوف وتحاول باش أنها تخلق أو تحط الطاقات البديلة. كيف نتحدث على الطاقات البديلة؟ الحقيقة فما برشا فاهمينها من المسؤولين والمشرعين أيضا داخل مجلس النواب على أساس أني هي طاقة لكل إمكانية لكل مواطن تونسي، ولكن احنا نقولوا اللي راي هذه مشاريع استراتيجية متاع الدولة يلزم تدخلها في الجانب الاقتصادي ومنوال التنمية، لأن الطاقة البديلة تدخل في الفلاحة، تدخل في المياه، تدخل في كل النشاطات حتى من نقل وغيره، ولكن احنا إلى حد الآن في تونس مريناش فما مشروع متكامل اللي فيه نظرة استراتيجية تنهض بهالقطاع هذا وتنهض بالاقتصاد من خلال هالشمس اللي حبيتنا بها الطبيعة وحبينا بها ربي. اليوم فما جدل أيضا بين المشرعين وكذلك الدولة معناها الحكومة على أساس يقول لك يا سيدي الانتصاب للشركات هذه يكون في أرض يلزم يكون فيها تيتر بلو، تكون مرسمة وواضحة الأرض. إيه الجنوب يحدث أنه اللي فيه الشمس الأكثر واللي نجمه نستغلوا فيه الشمس بالباهي، الأراضي مازالت اشتراكية وأراضي مازالت دولية إلى آخره. إيه احنا نقولوا تبدأ بالمشروع وكذلك تبدأ بالتشريع. التشريع هو يلزم يكون في خدمة المشروع. التشريع اليوم في تونس ما يسمحش أنك أنت في الجنوب مثلا تولي تستعمل الطاقة الشمسية كطاقة بديلة في جميع المجالات. راهو احنا كي نقولوا الطاقة الشمسية مش معناها راهو نحطوا كل دار معناها تنتج الكهرباء واقتصاد معناها العائلي ولا ربما اقتصاد المنازل، لا احنا نحكيه على المشاريع الكبرى، لأنه اليوم المطلوب من تونس من خلال العالم سواء كان أوروبا وخاصة ألمانيا أنهم يجيوا ينتصبوا بشركاتهم هنا ويهزوا هيك الشمس هذيك كما هزوا قبل البترول ويستفادوا منها وأنت ما عندك فيها حتى دخل. اليوم ضروري أنه في تونس تكون التشريعات متلائمة على أساس أنه تكون عندنا رؤية واستراتيجية من أجل أنه تدخل الشمس هذه الطبيعية تدخل في منوال التنمية متاعنا، وياريت إذا كان تكون تنتشر حاجة كيف ما هذه وتولي على مستوى مغاربي ونكون موحدين توا تكون عندنا الرؤية وعندنا المجال.